وفي صراحة اجاني سؤال امبارح من احد متابعيني على السوشيال ميديا انه بتزبط معاها الاكلات بس الملح دائما بتحس انه بتتلخبط باضافته. خلينا نقول انه نحن اذا عم نطبخ رز دائما بنفكر بالملح اللي عم نضيفه على الرز، ما في داعي نضيف اكثر، فبنبدا لكل كوب معلقه صغيره من الملح. اما اذا عم نعمل اي وصفه ثانيه خلينا نعتمد مبدا معلقه صغيره من الملح للطبخه لانه ما بنحتاج اكثر من معلقه صغيره، وبيرجع الملح حسب الرغبه. فاضافه الملح اذا نقص احسن من نقصانه او احسن من زيادته عفوا، لانه زياده الملح بتكون صعبه وبتخرب علينا كل الطبخه، فبدوب شوي وزيدوا شوي شوي.